مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. غادي نخليكم مع أول خروج إعلامي للشاب اللي مشى في القافلة اللي كيف ما وصفها لنا، قافلة المشؤومة اللي كانت تحت إشراف اليوتيوبر الشهير يوسف الزروالي، اللي قال في ذاك الرحلة وقعوا لنا أشياء غريبة وهو الآن بغى يكشف عليها، من ضمنها أنهم تمنعوا من التصوير بصفته أنه كان مراسل ديال أحد الجرائد الإلكترونية، وكانوا كذلك كانوا اليوتيوبر تما اللي تمنعوا من التصوير واللي وقع عليهم تسمم ومشاو للمستشفى واللي وقع عليهم بزاف ديال الطرائف خطيرة في ذاك الرحلة. كيقولوا على أن يوسف ما تسوقش لنا وقمعنا وما معاملناش معاملة حسنة. خليكم معنا غادي مع الود غيري اللي غادي يعاود لنا اشنو وقع في الرحله. مهدي، اول حاجه انت يا قلت انكم شفتوا الويلات في الرحله تحت اشراف يوسف الزروالي، عاودنا على شنو وقع لكم وشنو شنو الحاجه اللي خلاتك انك تخرج اعلاميا وتتكلم من بعد ما تقمعتوا او تقمعتي في ذاك الرحله هذيك، وكان ممنوع انك تتكلم او تصور شي فيديو او تهضر. عاودنا شنو وقع في الرحله. السلام اختي فاطمه الزهراء، كنشكر شوف تيفي على الاستضافه. عاودنا من الاول الذاكره ديال الرحله، ورفع صوتك شويه. بدات من النهار الاول تقريبا تقريبا النهار الاول فاش جينا غادي نسحبكم، جا تيقول لك جا بعدا جالس كيغوز مالو مشى له التليفون. شكون دار له التليفون؟ قال لك شي ولد الخميسات دار لي التليفون انايا. شكون اللي مشى له التليفون؟ يوسف الزوالي قال لك مشى لي التليفون نهار ديال الرحله. نهار ديال الرحله بالضبط، قبل ما غادي نطلقوا. عاوتاني موراها جا قلنا وصافي ها انا لقيتو صافي يلاه وزيدو تمشيو. انطلقنا من امام العماله، ما كانش السيد العامل. انطلقنا مشينا طريق، بعد مشينا بالجوع باش غادي نقولها، مشينا بالجوع من كناس حتى تقريبا حتى لتيزنيت. لقينا كنلقاو كلشي ساد في الطريق، وصلنا حتى لتيزنيت عاد فطرنا. شحال د السوايع بقيتو بالجوع؟ تقريبا من الخمسة د العشية حتى لستة ونص د الصباح. نتوما فايقين غاديين في الطريق؟ غاديين في الطريق توصلنا عاد فطرنا. هاد الرحلة هادي، سمح لي قطعتك، هاد الرحلة هادي شكون اللي تكلف بمصاريف، يعني بالمصاريف ديالها؟ كان يوسف الزروالي. كان يوسف الزروالي كان ضري. كان يوسف الزروالي كان ضري. كانوا لا، شكون اللي تكلف بالمصاريف؟ يعني انتوما شكون اللي قال لكم يلاه في هاد القافلة؟ انا كانت قالتها لي واحد حنان، يعني الناس اللي منظمين داك القافلة. عاودنا شنو وقع؟ مشينا. شنو وقع لكم في هذه الرحله؟ شنو وقع لنا هي بعدا الماكله ماشي حتى لله، الماكله ديال الليل، الماكله ديال الليل ماشي حتى لله. تصور لدرجه اننا تنكونوا جالسين، المهم دايرين بحال ديك الشيء ديال الحبس بحال هكا. كتوصل خاصك ديك الساعه تطلع تنعس باش نجلسوا كاملين. لا تيقول لك لا، ما تجلسوش كاملين. هنا كنا كنشوفوا في لي فيديو اللي كيدير يوسف في الصفحه ديالو، كيشوفكم بلي مجموعين دايرين به، وزعما راكم فرحانين والرايات وداك الشيء. هو ما كيمشيش معنا بعدا، هو كيمشي في السياره الخاصه ديالو. كيمشي في السياره الخاصه ديالو. تيمشي. صوتك شويه الله يخليك. هو تيمشي في السياره الخاصه ديالو، تيجي تيطلع خمسة دقائق للكار، كيدير اللايف ديالو باش كيدير ديك الشيء اللي باغي وكيبين ديك الشيء اللي باغي، وكيعاود ثاني ينزل. تينزل عاوتاني كيلقى في طومبيلتو كيمشي، لدرجة أننا حنايا الصحفيين منوع علينا نصورو معاه، لدرجة أنني فاش وصلنا لباب الصحراء عطيتو ميكرو، قلتلو شي كلمة، دارلي الميكرو بحال هاكا، بدا جالس تيضحك. ديك الساعة حسيت بواحد الحقرة اللي ما كتصورش، حيت أنا جاي ضارب في الطريق باش نخدم خدمتي. هو بحال استهزأ بيا في ديك الساعة. كان مراسل واحد اخر قال له ها انت اجي طلع معايا في الطوموبيل، طلع مشى هو ويا جاسين كيصوروا. سمح فيه في الطريق. قال له انت مشى للكاف؟ قال له هيا مازالك غير 40 كيلومتر الا بغيتي تمشي للكاف، شوف شي طوموبيل توصلك.
سمح فيه في الطريق، سمح فيه في الطريق لدرجة ان هذاك خينا راه مشى غاديش الطيارة وغادي يرجع حيت الساعة راه مازال ما جا. شنو الطرائف اللي وقعوا لكم في هذه الرحلة؟ شنو الحوايج اللي اثروا فيكم؟ علاش قلت انه وقع معكم؟ الحوايج اللي اثروا فينا هي النهار ديال التسمم. شنو وقع؟ وصلنا بالليل جابوا لنا السندويتشات. رفع صوتك شويه عافاك. جابوا لنا السندويتشات كلينا، حتى كنتفاجئ بكل شيء. نايض كيجري، ها اللي جاتو لا دياري، ها اللي غاز كيتقي. لدرجة ان بنيتها صغيرة في عمرها 14 15 عام مبقاتش كتهز، مبقاش قادة تهز راسها. ديك اللحظة فين كان يوسف اللي هو المشرف على القافلة؟ ما عارفينش فين كان. ما كيباتش معاكم؟ تيباتش معانا، كنعرفوش فين كاين اصلا ديك الساعة. يعني انتم مشيتوا قافلة وحدة، يعني كتجلسوا كتاكلوا في اونسومبل طبلة وحدة، كتباتوا في مكان واحد؟ لا لا، الماكلة ديال الطريق كناكلوا في بلاصة واحدة، ولكن ابار ديك الشيء لا ما تيكونش معانا. هو كيبات في اوتيل وانتم كتباتوا في شي مكان؟ ما عارفينوش كاع حتى فين كيبات، ما عارفينوش فين كاين. انت لا غدات كيجي تصور معاكم؟ حتى لا غد العاد كيجي الصباح. شنو اكثر حاجه ضراتكم او ضرات الناس اللي كانوا معاه؟ ربما ماشي غير انت بوحدك اللي عندك المشكل. ما باغينش الاخرين يهضروا، الاخرين خوفانين من شي حاجه. لدرجه انهم بداو تيغبوا، تيقول لك عافاك عندك تمشي تقول شي حاجه. وصلنا ديك النهار بالليل كناخذوا الساندويتش ديالنا، انا واحد الساعه ما بقاتش كتطلع لي النفس، هبطت الارض بدات خارجه لي غير الكشكوشه في فمي. فاش عيط له واحد الولد قال له اجي راه مهدي، شنو وقع له؟ شنو قال له؟ قال له عارفو مريض علاش جايبو. عارفو مريض علاش جايبو؟ انت كنتي مريض؟ لا. قال له عارفو مريض علاش جايبو. رفع صوتك شويه. عارفو مريض علاش جايبو على اساس زعما انت في اون ديبار مريض ماشي مرضتي تما في القافله؟ لا انا اصلا ازماتيك. قال له انت عارفو مريض علاش غادي تجيبو. مشينا للطبيب، مشيت بالاكسجين بكلشي. مشيتي غير انت بوحدك للطبيب؟ لا، في الاسعاف، جات سيارة الاسعاف داتني بوحدك. تا كنوصلوا لتماك يوسف الزروالي عاد جاي. فاش سالي هضر بسرعة فاش ساليت قلت له عافاك عطيني شي، قلت للطبيب عافاك عطيني شي ورقة اللي كتبت باللي انا راني جاني تسمم. قال لي سيب لعند يوسف راه كلشي عنده. يوسف ما عطانا والو، على اساس كنتو بزاف بكم مرض ولا غير بوحدك؟ كاملين تقريبا سبعه بينا، حيت كنا سبعه بينا اللي مراد، سبعه بينا حتى واحد ما خدا شي ورقه. وديك الشيء كنت تفاجئوا لغد ليه الصباح تيقول لك راه حنا كنا واكلين المعجون وكلشي ولا كيتجنبنا. يعني هادي رحله مشؤومه، رحله قسم مشؤومه. في الرجعه علاش ما كانش داك يعني في جميع القافلات اللي كيمشيو لمعبر كركارات كيكونوا ناجحين وكيكون يعني تحت اشراف ديال السلطات المحليه والمجتمع المدني والكل كيكون يعني فرحان، لا في الذهب ولا في الاياب. هذه الرحله هذه علاش كانت مسكوت عنها في الاياب؟ علاش ما علموش انهم غادي يرجعوا؟ حيت كان قلنا هو في الطريق، قلنا راه في مكناس غادي يكون الاستقبال ديال سيد العمال وغادي يتقدوا شواهد تقديريه. شحال من واحد فرح من يعني وجبد، انا براسي فرحت. وجاو دي يوتيوبر جايين من قلميم، ما بغاوش ينزلوا في قلميم، جايين حتى لمكناس باش يستقبلهم سيد العامل. وموراها فاش دخلنا لمكناس في البياج، مازالين في البياج، عيط لهم في التليفون، قال الشيفور، قال له وشوف كل واحد شوفوا فين ينزل. قال ينزل في المحطه الطرقيه. فاش نزلنا قلنا وراه عندهم ظرف خاص في العماله، ما بغاوش يستقبلوكم. راه عندهم ظرف خاص ما بغاوش يستقبلوكم. وشنو هضر بزربه، كتبقى تهضر وتقطع. كمل. كنهضر ونقطع. بدا كاع ستي ديال حيت القطع صبادني بالضبط. تبدا سيدي لهم وصافي سمحوا لي الا كانت شي حاجه والله يعاون. يعني ما عطاكمش يعني حقكم لانكم مشيتوا معاه في الرحله وكنتوا دائما كتناضلوا يعني في امام المحكمه، كنتوا دائما حاضرين، كديروا التغطيات، كتحاولوا انكم توصلوا الصوت ديال الاسره ديالو والمناصرين ديالو الراي العام، وفي الاخير كتفاجئوا انه ما عاملكمش معامله مزيانه وانكم تعرضتوا للتسمم وما كانش يعني ما كانش واحد
واحد التفاته منه اللي غادي يعني بحال يرجعها يرجع لكم اليوم انتم رجعنا اللومه حنايا. قال واش سبعه بكم اللي تكلم لي على هاد القضيه هذه؟ سبعه بكم تسممتوا؟ سبعه كانوا غير دراري اللي تسمموا ولا عيالات؟ حنا بنات كانوا بنات معنا، بنات صغار كاع. بنت قلت لك بنت صغيره راه كانت حتى هي تسممات، كاملين ناعسين في الطبيب، طبيب واحد هو ما عطانا حتى اهميه مورا ديك الشيء، باش عطينا غير على الاقل الوراق ديال الطبيب باش مورا يمكننا بحال دابا نمشيو نشريو ندوا شي حاجه ولا. طبعا انت مسؤول على كاع هاد الهضره اللي كتقول، شنو هي اكثر حاجه اللي دراتك واثرت فيك وما كنتيش يعني كتظنها في هاد اليوتيوبر الشهير وبغيت توجه ليه شي رساله من هاد المنبر؟ بغيت نرسل له رساله واحده، خذ بعين الاعتبار الصحافه اللي كتتابعك، الصحافه اللي كتبغي دير معاك التصاريح ديكشي، ماشي هو تير الصحافه بحال منبوده، هو ما كيامنش بشي حاجه سميتها الصحافه، هو كيامن بشي حاجه سميتها اليوتيوب بس. ربما ماشي باش ربما ماشي هو يعني ماشي جميع المنابر، فحنايا كيقدم لنا كل الاحترام ونحترموه، ويعني عمرو انا ما صدر منه شي حاجه ضد القناه، يعني غير باش نكونوا واضحين، حنا كذلك كنقدموا له كل الاحترام وكيحترم المنبر. ربما تقرك حيث باقي مراسل، باقي طالب في معهد الصحافه، باقي انت ما كتهضرش غير على راسك، تهضر على الرحله اون جينيرال. نعم كاين انا كاين منبر صحفي واحد اخر اللي كان تاهو معايا، تاهو ما كانش كيدير معاه تصاريح، ولكن شكون بزاف ليكم تمشيو معاه؟ حنايا كانت جاتنا دعوه من عنده هو النيت، ماشي من عنده، المنظمين اللي من عند منظمين، قال لنا يلاه تمشيو. شنو الرساله اللي بغيتي توصل؟ او لا شنو الرساله اللي بغيتي توصل للمواطنين او للناس اللي كيعرفوه الناس اللي يعني شنو هو الهدف من هذا الخروج الاعلامي؟ شنو بغيتي توصل؟ بغيت نبين للناس واحد الحقيقه اللي كتكون اللي كنكونش تيشوف واحد الشوفه، راه ديك الشوفه ماشي هي هذيك اللي كتشوفوها نتوما، كاينه واحد الشوفه ديال واحد كتقولوا عليه شخور يوتيوبرز، هو بصح ظريف ولكن الداخل ديالو كاينه شي حاجه ماشي تاله. بمعنى انه يقد يحتقر بزاف ديال الناس. شنو الحاجه اللي اثرت فيك؟ كيستهزئ بالمراسلين الصحفيين، وما كنحملش انا اللي يستهزئ بيا ككوني مراسل صحفي طالب مع الصحافه باقي يعني ومازال بحال دابا انا مازال قدامي طريق طويل اللي غادي نشد، ما يستهزئش بيا. وبالنسبه للناس اللي كانوا معاه ابا حنا اللي جينا تسموه بحال ولينا منبودين في ديك القافله، بنادم كيشوف فينا نظره خايبه كتحشنا الهضره، بنادم تيقول تيبدا عليهم ها هما هادوك كيبداو كنشوفهم كازي كيشوف فينا وكيبداو يضحكوا. هادشي المكان. رسالتك الأخيرة مهدي؟ رسالتي الأخيرة كنشكر منبر شوف تيفي على هاد الاستضافة، وكنقول للناس عافاكم ما تعاودوش ديرو الثقة في الناس. شوف الثقة باقا، وغير هي خصنا نعرفوا الناس اللي يمكننا نتعاملوا معاهم، الناس اللي يمكننا أننا نتواصلوا معاهم. مشاهدي قناة شوف تيفي كنا معكم مباشرة من مدينة مكناس، كان معكم مهدي الودغيري اللي كيقول على أنه مشى في القافلة ديال اللي كانت تحت إشراف اليوتيوبر الشهير يوسف الزروالي، واللي قال في هذه القافلة هذه شفنا الويلات والويلات، خصوصا من بعد ما وصلنا لمعبر قرقرات. طبعا الفرحه كانت كبيره وكبيره بزاف، لاننا وصلنا لواحد النقطه اللي كنا كنشوفوها غير عبر مواقع الالكترونيه، واول مره ربما نشوفوها شفناها عبر قناه شوف تيفي. لكن هذه الفرحه هذه ما كملاتش من بعد ما كانت سوء المعامله من طرف اليوتيوبر الشهير اللي قدم لنا وجه، وفي الاخر لقينا عنده وجه اخر فاش وصلنا تما. طبعا هذه هي المقوله الشهيره اللي كيقول صاحبك ما تعرف صاحبك حتى تشد معاه الطريق ولا تسلفو، يعني كاينين جوج حوايج، سافر معاه ولا تسلفو تما كتعرف صاحبك واش رجوله ولا يعني واش رجل بمعنى الكلمه ولا غير كلام فارغ. هنا كيقولوا من بعد ما وصلنا للصحراء المغربيه معبر قرقرات، الوجه اللي كنا كنعرفو عند اليوتيوبر الشهير يوسف الزروالي ماشي هو باش كان تما. طبعا كانت كيف ما كنقولوا كاين فرزيات، كاين هاد الهضره كاينه
كاين الفرزيات. كاين الفرزيات على سبيل المثال، هو والاسره ديالو والناس المقربين ليه اكثر كانوا كيمشيو يباتوا في فنادق اللي هي فخمه. هادشي كاين، ما عرفش فين، ما عرفش بالضبط، مازال ما عرفش فين كان كيبات. انا ما عرف ما كنتوش عارف يعني ما كيباتش معاكم فقط يعني فوقاش يعني كيتلاقاوه غير فاش كيجي يتصور معاهم، كيجمعهم كيتصور معاهم. بغيت نسولك السؤال الاخير، علاش ما كانش كيخليكم تصوروا؟ ما عرفناش علاش ما كيبغيناش نصور. علاش انت هكا كتيجي تقول لنا نتوما جايين معايا خليكم لاصقين فيا بلا ما تصور، هكا تيقولها لنا. ماشي القمع، مهم بحال استغلال، كيستغل. على كل حال قال لانه ما كانتش المعامله زعما حسنه من طرف يوسف الزروالي، وما عاملهمش مزيان بحكم انهم يعني مشاو في هذه الرحله تحت الطلب ديال المشرفين على ديك الرحله هذيك، وهما بحكم انه طالب في معهد الصحافه وباقي يعني عاد الخطوه ديالو في العالم ديال الاعلام، فقال على انه تحتقرنا وعلى اننا تعاملنا بسوء المعامله. بغى انه يقول بان ماشي دائما ننتقوا في الناس اللي كيخرجوا في السوشيال ميديا وكيبينوا على انهم ناس ظريفين وهذا، فالواقع حاجه اخرى. شنو تقدر رساله توجه ليوسف الزروالي باش نختموا بها المباشر؟ غادي نقول له حاجه واحده اللي قلتها قبيلات، هي حاول تكون مزيان مع كاع الناس، ماشي تستثني ناس وتضم مع ناس. كيف كتعامل مع الناس تعامل مع كلشي نفس التعامل. هادشي ما نقول الى هنا مشاهدي قناه شفتي بها، نقول لكم دمتم بألف خير والى اللقاء.